محمد الهلال السعودي، اولسان هونداي الكوري، الوداد ما ينفعش يبقى معانا، مونتيري المكسيكي، ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الارجنتيني، وبوتافوجو البرازيلي. ده صحيح، دي نعم. الفرق اللي هتكون في التصنيف الثالث، بس ولا فريق من دول هيكون مع القرعه مع النادي الاهلي، لان الفرق دي موجوده مع النادي الاهلي في نفس التصنيف. انا متاسف، انا اسف، التصنيف الرابع، التصنيف الرابع: اوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الاماراتي، الترجي، سان داونز، دول مش هيبقوا موجودين مع النادي الاهلي، باتشوكا، سياتل، اوكلاند سيتي، وانتر ميامي. انا اتمنى انتر ميامي. برافو عليك. زي اقول لك ليه؟ ماتش الافتتاح، حدث تاريخي. تلعب افتتاح كاس العالم باسم، خلص علينا يا محمد. لا خالص بالعكس والله، يعني بالعكس. احنا رايحين نصنع التاريخ. ودايما الاهلي مش بيكتب التاريخ، ده التاريخ بيكتب من اجل الاهلي. فلما تلعب ضربه البدايه واللقاء الافتتاح في افتتاح كاس العالم، زي مثلا ما السنغال لعبت افتتاح كاس العالم مع فرنسا وكسبت. بيبقى تاريخ للفرق وللمنتخبات والانديه لما الاهلي يعمل ضربه البدايه مع انتر ميامي، هتبقى حاجه كويسه. وبتلعب قدام مين؟ ميسي سواريز وسواريز. حدث مهم جدا. وبعدين ترتيب المباريات هيخدم الاهلي كتصنيف ثالث. ازاي الاهلي كتصنيف ثالث؟ اول مباراه لي مع التصنيف الرابع اللي هو الانتر ميامي. انتر ميامي مثلا، ماشي، او مثلا لو اي فرقه ثانيه وقع معاها، مثلا باتشوكا او اوكلاند او سياتل الامريكا او الكلام ده كله. ثاني مباراه مع التصنيف الاول. يعني الجوله الثانيه هتكون مع التصنيف الاول. ممكن بقى على حسب الفرقه اللي هتكون معاك، اخر مباراه تختتمها بالتصنيف الثاني. فترتيب المباريات حلو وشكله ايجابي كويس جدا لو انت قدرت تجمع نقاط من اول لقاء. لو انت كسبت ان شاء الله او عملت نتيجه ايجابيه مع المصنف الرابع اللي هيكون معاك في المجموعه، هيبقى شيء ايجابي جدا. الناس كتيره بتسال عن طريقه حجز التذاكر، ودايما الاجابه عند محمد سعيد. حجز التذاكر هيكون من خلال الويب سايت بتاع الفيفا. يمكن الفيفا عامل منصه خاصه بتذاكر كاس العالم للانديه. وطبعا هو بيدي يعني اوبشن اكتر للحاجزين من خلال بطاقه فيزا الراعي بتاع الاتحاد الدولي، تقدر من خلاله بتحجز في توقيت مبكر جدا، وفي نفس الوقت بيدي مساحه انك تقدر تحجز تذاكر على فتره ومشوار البطوله. بس خلال الفتره الجايه الفيفا هيبدا يعرض التذاكر تباعا، مش دفعه واحده، بالتجزئه. ايوه، وهيعرضها بالتجزئه بحيث ان يبقى ليك مساحه انك مثلا لو هتحجز التذكره بيسهل لك اجراءات معينه، لو مثلا في مساله الطيران، في مساله التاشيره، فعلا في حاجات كتيره الفيفا بيحاول يحضرها في البطوله دي عشان عايز يعمل زخم جماهيري كبير جدا في هذه البطوله. فكره اذاعه المباراه على منصه وبالمجان، شايفها ازاي؟ فكره عبقريه، عبقريه جدا. انفانتينو فظيع. هو من اذكى الناس اللي مسكت الاتحاد الدولي في السنوات الاخيره. قدر يجمع كل الناس حوالين الفيفا بعد رحيل بلاتر. والفتره اللي مسك فيها انفانتينو نقل الاتحاد الدولي نقله كبيره جدا. نقله نقله كبيره على المستوى الفني وعلى المستوى القروي. ويمكن هو كان دايما الفيفا بيخش تحدي مع الاتحاد الاوروبي. وكان دايما الاتحاد الاوروبي هو اللي بينتصر. في فترة جياني انفانتينو تحديدا، لا هو خلاص الفيفا هو اللي كسب الاتحاد الاوروبي، والبطولة دي بيبقى ثابت. يعني ضربة قوية جدا للفيفا ضد اوروبا.